كريم، صراحة يعني سررت كثيرا من السيطرة وشكر خاص للجمعية المغربية للطاقة للتنمية البشرية أنني كرنت وسط مجموعة من الفاعلين الجمعويين ودكاترة البشرية الكبيرة ليا. وأكيد أن إذاعة وجدة ستبقى رهن إشارتكم، وأكيد بأننا نناضل كل من موقعه، وما هذه إلا صورة تجسد ذلك التأثر والتأثير بين الإذاعة والإعلام وبين مكونات المجتمع المدني، بحيث أن المجتمع المدني هو النسق الثالث من داخل المنظومة المغربية. كونوا على يقين بأننا سنكون دائما بجانبكم. إذاعة وجدة هي رهن إشارتكم، وإن شاء الله سنبقى وسنسير سوية نحمل الهم يعني مشترك، أهم ما نقيم العمل الجمعوي، وأيضا الهم المشاركة في الوش التنموي الذي تعرفه أقاليم الجهات الشرقية. شكرا جزيلا لكم، وأود أن أشكر صديق عزيز لي بغيتو يوقف صفقه إليه هو السي كمال السواري لمراقية نظرنا فوق خشبة المسرح لسنوات كثيرة في المهرجانات الدولية، وفزنا بجوائز كبرى، جوائز خصصت لجامعة محمد الأول في وجدة. فقط كثير.